وسيرها حامي كل سابق تاخذ الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة شوطنا الثالث للزمول المحليات الأصايل في هذا المساء الجميل والمساء الكبير، الانطلاق المميز مع الأسماء المميزة مع الشعارات الحاضرة الباحثة عن الفوز الباحثة عن الناموس عن الانتصار. نتقدم مع البداية لأتابع الحضور من هات القادم والمنطلق مع البداية. حمد بن سالم بن عوض النعيمي يقدم لنا شعاره ويقدم لنا في هذه اللحظات هات المركز الثاني. الحذر لسعيد بن علي بن مرزوق المنصوري يقدم لنا الحذر مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور من الأسد محمد بن مظفر العامري يقدم لنا شعاره، بينما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من جزام أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي هو القادم، الفلاحي هو الحاضر مع المركز الرابع. المركز الخامس متوكل محمد بن حمد بن سالم الاكتبي مع المركز الخامس. المركز السادس الحضور من شاهين مسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري وأتابع. تاسع المراكز أم ثامنها في هذه اللحظات يتقدم ويحضر غازي لعلي بن حمد بن مطر المنصوري مقدما لنا شعاره في هذا الحضور، بينما أتابع المركز التاسع هنا الأسد هو الحاضر عبد الله بن محمد بن إسحاق بن موسى من يقدم لنا شعاره. وأتابع الحضور أتابع مشكور حمد بن محمد بن فهد العجمي من يقدم لنا شعاره، بن بيشان الحاضر بهذا الحضور مع مشكور يتقدم في هذه اللحظات، بينما أتابع أيضا الأسماء القادمة الشعارات الكبيرة حاضرة من أجل الفوز من أجل الانتصار في هذا المساء الكبير. العودة إلى بداية الشوط، العودة إلى من يتقدم إلى من يسيطر هناك. يتقدم في هذه اللحظات هات مع البداية هات مع الصدارة حمد بن سالم بن عوض النعيمي يتقدم في هذه اللحظات من أجل الفوز ومن أجل الانتصار الكبير المنتظر في هذا المهرجان الكبير والغالي على القلوب، مهرجان جائزة زايد الكبرى التي ترحب بكل الحاضرين بكل المتواجدين من أجل المشاركة في عاصمة الميادين. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني الحضور من الحذر سعيد بن علي بن مرزوق المنصوري يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات من الأسد محمد بن مظفر العامري قادما وحاضرا بهذا الحضور حاضرا بهذا الأداء الكبير مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات القدوم هنا والحضور من جزام أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يتقدم بشعاره الكبير، يتقدم مع جزام الحاضر من أجل الفوز الحاضر من أجل الانتصار. المركز الخامس القادم شاهين مسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري قادما في هذه اللحظات. وسادس المراكز
متوكل هو القادم محمد بن حمد بن سالم الاكتبي مشكور قادم مع المركز السابع يقدم لنا مشكور حمد بن محمد بن فهد الرزق العجمي يأتي في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره ولكن تابعوا وراقبوا هذا القدوم وصل شاهين لمحمد بن المبارك بن محمد بن قران المنصوري كأول نداء طارن الزمول طارن واحضرن من أجل الفوز احضرن من أجل الناموس حفيت حفيت القادم هنا في هذه اللحظات سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي بدأ هدير الزمول بدأ الانطلاق من أجل الفوز من أجل الناموس من أجل الانتصار تابعوا من غير وراقبوا من غير في هذه اللحظات هنا مع البداية هنا مع الصدارة الأسد يتقدم محمد بن مظفر الصنباري العامري من يقدم لنا انطلاقة شعاره وانطلاقة الأسد الأسد كشر عن انيابه من أجل الفوز كشر عن انيابه من أجل الانتصار الكبير في هذا المساء الكبير في هذا المساء الجميل ولكن الفلاح قادم الفلاح قادم مع جزام احمد بن سالم بن احمد بن دري بن دري الفلاحي الفلاحي يا سلام يا سلام على الاسماء وعلى الزمول الحاضرة في هذا المساء الكبير لوحة الكيلو متر الاخير يا سلام يا سلام على الأسماء التي بدأت بالحضور ليحضر في هذه اللحظات هنا مشاهدين الكرام يأتي شاهين أم مشكور لحمد بن محمد بن فهد العجمي والقادم حفيد سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي ولكن الأسد ما زال الأسد ما زال مع البداية مع الصدارة اتحركن الزمول اتحركن الزمول وطارن من أجل الفوز طارن من اجل الناموس ياتي في هذه اللحظات شاهين مسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري العامري بدا في المغادره القادم حفيت 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 الاحبابي 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 ما شاء الله تبارك الله على حفيت وادا حفيت سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي وحفيت جبل هناك في مدينة العين مدينة الخضرة والجمال يا سلام يا الأحبابي سلام سلام على فوز حفيت بهذا الناموس الكبير بهذا الناموس الجميل المركز الثاني وصل شاهين مسلم سالم بن حمد بن يطبع العامري والمركز الثالث كان الحضور مشاهدينا الكرام المركز الثالث مفوض لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان المركز الرابع كان الحضور من جزام احمد بن سالم بن دري الفلاحي والمركز الخامس الاسد لمحمد بن مظفر الصنباري العامري من قدم لنا شعاره نعود الى التوقيت الزمني ولحظة وصول حفيد لسحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي على هذا الفوز الكبير والمستحق من صالح هذا الشعار المميز والكبير في هذا المساء الجميل توقيته ولحظات وصوله 9:24 وستة أجزاء من الثانية توقيت حفيت ولحظات وصوله المركز الثاني كان الحضور من شعار شاهين لمسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري 9:27 ثلاثة أجزاء من الثانية بينما المركز الثالث اللي هو مشاهدي الكرام فوض لمحمد وسلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي مع المركز الثالث 9:28 وجزء واحد من الثانية تانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.